that's not right. Oh, you can add it. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك سعيد لهذه الأمة الإسلامية وللشعب المغربي قاطبة وللمسلمين في كل بقاع العالم والمغاربة في المهجر المغاربة في الداخل. نهنئهم بهذا العيد الفطر لهذه السنة 1444 للهجرة، وهو هذا العيد الذي هي سنة مؤكدة لنبينا عليه الصلاة والسلام تجتمع في هذه الأمة في هذه الحشود بعد عبادة ونسك وشعائر خلال شهر كريم، شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه الله عز وجل فيه القرآن لإحياء هذه الأمة ولتكون خير أمة أخرجت للناس، أمة الوسط وأمة الشهادة شاهدة على باقي الأمم. فنسأل الله عز وجل أن يثلج صدور المغاربة بهذه المناسبة، وأن يعيد عليهم مثل هذه المناسبة مرارا وتكرارا وفي أحسن الظروف إن شاء الله عز وجل، وأن يتم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. الحمد لله هذه النعم جناها في هذا الشهر تتجلى، يعني في الحشود اللي كانت تأتي إلى المصليات، وكذلك في موائد الرحمن اللي كانت في باقي جميع ربوع المملكة. والحمد لله الناس فيها خير كبير، تتضامن في هذا الشهر الكريم، تعبر عن البعد الاجتماعي لهذه الأمة والبعد الإنساني كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتقدم تهاني لكم وجميع المشاهدين، ونطلب الله سبحانه وتعالى يعيد لنا أعوام عديدة، ونطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل منا الصيام والقيام ويكتبنا من العتقاء من النار إن شاء الله أنا والسامعين. وكما كنقولوا الله يداوم علينا نعمة سبحان الله تعالى، هذا الجمع الغافر إلا كيبعث على واحد النفوس سبحان الله العظيم، يعني في واحد الفرحة لا توصف. كما قال الله سبحانه وتعالى للصائمة فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. طلبوا الله سبحانه وتعالى يتقبل منا الصيام والقيام. عيد مبارك سعيد علينا وعلى الشعب المغربي كله، والحمد لله دازت الصلاة اليوم زوينة وحنا فرحانين، والله يزيد في الإسلام، الله يزيد في الإسلام. دازت مزيان الحمد لله، كنا كنجيو نديرو التراويح، يعني داك الشيء رائع الحمد لله. مباركوا العواشر لجميع المغاربه خصوصا سكان مدينه ساله مقاطعه العيايده. اليوم كنشوفوا توافد كبير على هذا المصلى هذا تبارك الله، نساء ورجال والشباب تبارك الله راه رجعوا للدين، شحال من واحد راه ما بقاش الشباب كينحرف. وكنقولوا الحمد لله على هذه البادره اللي داروا الشباب، كنشكروا هاد الناس اللي وقفوا على هذه الشهاده اللي تصايب البارح هذه يومين قبل وكانوا صايمين، وكنقولوا الله يتقبل منا وجميع المغاربه. عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه لجميع المسلمين. الحمد لله الحمد لله، الاجواء زويونه، الناس محتفلين بالعيد اللهم لك الحمد، التنظيم زويون، الشباب واقفين منظمين، السلطات كل شيء منظم اللهم لك الحمد، تنشكرهم على التنظيم هذا، الله يجازيهم بخير والله يتقبل منا صالح الاعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا الصيام، يتقبل منا القيام، ويتوب على الناس اللي ما قاموش وما صاموش. نسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عليهم، اللهم لك الحمد على هذه الشاعرة هذه. والسلام عليكم ورحمة الله. عيد مبارك سعيد. الحمد لله العيد زوين وكل شيء زوين وصلاة العيد زوينة، اللهم لك الحمد على الإسلام، على دولة الحق والإسلام الحمد لله، اللهم لك الحمد. جيش أنا والأخ ديالي وولد خشي وراجل الخوادريه الحمد لله، وليداتنا حتى هما جاوا معنا وما خلينا من فوق، اللهم لك الحمد على هذه الشهاده اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على هذا العيد هذا، واللهم لك الحمد. ونطلبوا الله يطلق سلاح المشدودين، ونطلبوا الله اللي ما تايب ان شاء الله توبوه، نطلبوا الله كل شيء توبوه طريق الله في الاسلام، والحمد لله. كل عيد مبارك سعيد. هذا الشيء التنظيم هذا زوين تبارك الله في العيايده، وكنتمنى كل شيء عواشكم مبروك. هذا الشيء نقول لكم مع الدول الصغار هما محمد، قول لهم عيد مبارك سعيد. عمر بكر سعيد.